كان في زيادة ملحوظة في تفاعل المواطنين مع قنوات التواصل الحكومية اللي هي مخصصة لاستقبال شكاوى. تحديدا بقى شكاوى ايه؟ اكتر شكوى كلنا بنعاني منها ايه؟ تراكم القمامة طبعا. وانا متخيلة الحقيقة، متخيلة يعني الاساتذة اللي قاعدين على الويب سايت اللي بياخدوا بيتلقوا الشكاوى دي، متخيلة كم الشكاوى اللي بيجي، لانه ما فيش شارع في مصر تقريبا ما فيهوش قمامة. وحتى احنا بنقول انه حتى الاحياء اللي بتعتبر راقية، جاردن سيتي، مصر الجديدة، الحاجات الجديدة بقى دلوقتي، اكتوبر والتجمع دي، كمان كلها بقى بتشتكي من القمامة. فكان في تواصل كبير جدا الحقيقة من جانب المواطنين. في تقرير تلقاه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الجهود اللي بتتعمل لإدارة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. الحقيقة كمان التقرير ده أشار إلى أنه المنظومة تلقت 8706 رسائل وشكاوى هذا الأسبوع، ليبلغ إجمالي الرسائل التي تم استقبالها من المواطنين خلال الفترة من 3 أكتوبر ل 25 أكتوبر 21,661 رسالة. طبعا رسائل المواطنين يعني ما كانش بس فيها تراكم القمامة، مشاكل تراكم القمامة ومخلفات، كان في برضو يعني كان في مش شكاوى بقى، كان في تعليقات إيجابية بتتكلم على يعني جهود الأجهزة الحكومية والتنفيذية في إزالة الأسباب الشكاوى دي متعلقة بمناطق مختلفة. كان في برضو حاجات ليها علاقة بموضوعات أخرى، كان في مطالب ومقترحات المواطنين قدموها. دي الحقيقة حاجة محترمة جدا. أنا بس عايزة يا شباب لو بننزل على الشاشة لو سمحتوا أرقام اللي هي منظومة الشكاوى الحكومية، عشان ده دورنا بقى أن احنا نوصل الكلام ده. موجودة على الشاشة بالفعل، الأرقام هي موجودة على الشاشة، تليفونات المحمولة الموبايل في رقمين، الموقع الإلكتروني سهل جدا www.shakwa.com shakwa.com. الخط الساخن بقى لشكاوى مجلس الوزراء 16528. دي منظومة الشكاوى الحكومية. اوعى حضرتك تفتكر انه شكوتك ما بتوصلش او لا يتم النظر ليها. اي نوع من الشكاوى، عندك مشكله، حاجه مخلفات، حاجه في القمامه، رصيف متكسر، حتى لو فاكر انها حاجه بسيطه، خليك ايجابي وابعت، لانه صدقني في فريق، في فرق كامله قاعده بترصد هذه الشكاوى وبيتم تباعا العمل عليها.